الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر قائد القوات الجوية الأسبق. تقارير ميدانية تتحدث عن استهداف الجيش السوري نقطة مراقبة تركية بقذائف. بومبيو يصل أنغولا في ثاني محطاته بجولته الإفريقية. الرابعة صباحا الثانية بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية التي أقيمت للفريق أحمد عبد الرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، والتي أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي. وقام الرئيس السيسي بتقديم العزاء لأسرة الفقيد والذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والقوات المسلحة. أفادت مصادر ميدانية باستهداف قوات الجيش السوري نقطة المراقبة التركية المتمركزة في منطقة الشيخ عقيل شمالية مدينة حلب بعدد من قذائف المدفعية. وذكرت المصادر أنه جار التأكد من عدد الإصابات في صفوف الجيش التركي، جاء ذلك بعدما سيطر الجيش السوري على 32 قرية وبلدة في ريف حلب ومحيطها. هاجم رئيس حزب المستقبل رئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داوود أوغلو الحزب الحاكم بقيادة أردوغان قائلا إنهم يعاقبون كل من يكشف فسادا، بينما الإسراف والرفاهية والتكبر جميعها تستهلك الموارد الاقتصادية. ووجه أوغلو نقدا لأردوغان خلال حديثه في افتتاح رئاسة حزبه بمدينة إسطنبول قائلا إن الشخص الذي يميز ابنه عن بقية أبناء الدولة لا يمكن أن يكون رئيسا ولا رجل دولة. كشفت تقارير إعلامية أن أعضاء المجموعة اليمينية المتطرفة الذين أوقفوا في ألمانيا كانوا يخططون لهجمات واسعة النطاق ضد مساجد على غرار الهجمات التي شهدتها نيوزيلندا العام الماضي. وأوردت صحيفتا ديرش بيجل وبيلد أن المحققين الألمان نجحوا في مراقبة وكشف مخططات زعيم المجموعة التي أوقف 12 عضوا منها في إطار تحقيقات موسعة لمكافحة الإرهاب، حيث تم ضبط المشتبه بهم وبحوزتهم أسلحة ولوازم أخرى يمكن أن تستخدم في تنفيذ اعتداء. استعرض نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن خططه الاقتصادية إلى جانب مرشحين ديمقراطيين للرئاسة في لاس فيغاس. وأكد بايدن في جامعة نيفادا أنه سيسعى لتعويض خسائره بعد حلوله في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي في ولايتي أيوا ونيوهامشاير، مؤكدا أنه يخوض معركة في حرب طويلة. وكان بايدن على مدى عدة أشهر متصدرا لاستطلاعات الرأي بين الناخبين الديمقراطيين، لكن بعد خسائره الأخيرة بات ترشيحه في مواجهة الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر أمرا صعبا. وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أنغولا ثاني محطات جولته الإفريقية بعد السنغال. ومن المقرر أن يلتقي بومبيو بالرئيس الأنغولي جواوا لورينزو لبحث سبل دعم واشنطن للخطوات التي تتخذها لواندا ضد الفساد. ومن المقرر أن يتوجه بومبيو إلى إثيوبيا عقب اختتام زيارته لأنغولا في ختام جولته الإفريقية. أعلنت الصين ارتفاع إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 1770 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات 70548 حالة. وسجلت لجنة سلطات إقليم هوبي الصيني وفاة 105 حالات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بينما تم شفاء نحو 6639 حالة إصابة.
وأضافت اللجنة أن نسبة الحالات الحرجة من المصابين انخفضت إلى 21.6%. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا من أخبار، نلقاكم على رأس الساعة، شكرا لكم.